السلام عليكم خوتي، تحياتي لكم كاملين. كنشكركم، كنشكر القنوات، كنشكر الناس اللي دعمتني يعني ماديا او معنويا او باي حاجه. الله يجازيكم بخير، الله يوقف معكم يا ربي. تنشكر هاد الناس اللي بدلوا مجهود وجاو عندي، كل واحد منين جا الله يجازيه بخير وتعاطف معايا الله يجازيه بخير. اللي بغيت نقول لكم هو خويا يعني انايا الاسم ديالي انوار، يعني قناه ولد الشعب 2019، يعني كانت الامور بخير الحمد لله، اللهم لك الحمد. من بعد تأزمت يعني وصلت بيا الجزر، وقفت من الخدمه، وقفت من يعني كاع المصدر ديال الرزق مشى ليا. كانت عندي قناه كنت غادي بها يعني مزيان، كانت طالعه، بسبب واحد المرضى هي اللي خلاتني انني توقفت لمده 8 شهور. ومؤخرا وصلت بيا العظم، ولا كلشي كيسالني، كلشي ولا يعني وصلت للعظم لدرجه انني يعني ولادي ما بقيتش كنقدر نلقى ما نشري لهم ما ياكلوا. يعني صراحه يعني فاش وصلت لهاد الحاله هذه خرجت على اليوتيوب انني نقول الواقع، الحياه المعاشه هي هذه. يعني لدرجه انني اضطريت انني نبيع الخاتم ديال الزواج ديالنا باش نجيب الحليب لولدي. يعني هذا هو اللي كاين، يعني هذا هو اللي عطى الله، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي نخبيوها ولا. وتنشكر كاع الناس اللي وقفوا معايا، فطلبي ورجاي الواحد هو دعموني في هذيك القناه، راه التفاعل ديالها ماتلا، لحقاش دابا تقريبا 8 شهور وانا موقفه، يعني تقريبا باش واقفه راه التفاعل ماتلا. نتمنى انكم تساعدوني انني نعاود نحييها من جديد ونعيش بها هاد الاسره، واللي حاليا الام ديالي هي اللي المعينه ديالنا، اللي من عمر يعني داخله في الستينات، وهي اللي كتخرج تشقى في البيوت ديال الناس، وهي اللي عايشه، وهي اللي يعني كتحاول انها يعني تعوض، يعني تهز لينا ولو غير جزء بسيط. تنطلب من المتتبعين من المغاربه فيما كانوا داخل المغرب او خارج المغرب انهم يتعاطفوا مع اخوهم. يعني انا عارفه يعني المغاربه يعني حنان، فانا رجايا الواحد منكم هو تساعدوني في القناه ديالي الله يجازيكم بخير. شنو اسم القناه؟ الاسم ديال القناه ديالي قناه ولد الشعب 2019.